مرور الأيام تزداد مخاوف الناس في قطاع غزة من إطالة أمد هذه الحرب وصولا إلى فصل الشتاء. المخاوف تزداد تباعا، أجواء الباردة، الأمطار، ارتفاع أمواج البحر، كل ذلك يقلق الناس الآن مع التحذيرات التي صدرت أيضا من جهات رسمية مختلفة تتحدث عن إمكانية أن يكون الوضع كارثي إذا ما استمرت هذه الحرب وصولا إلى الأجواء الباردة. هنا على شط البحر عمد كثير من الناس إلى إقامة مثل هذه الخيام بسبب الاكتظاظ الكبير، وغرقت بعضها في الساعات الماضية بسبب وصول مياه البحر إلى هذه المخيمات وهذه الخيام البسيطة، والناس عمدت هنا إلى تشييد مثل هذه الحفر والسواتر الرملية على أمل أن تمنع وصول مياه البحر إليهم. يعطيك العافية. يعافيك يا أبو، أهلا وسهلا. إيش مخاوفكم الآن؟ نتحدث فصل الصيف، الحرارة كانت مرتفعة، الآن الحديث عن قرب وصول فصل الشتاء. ما شاء الله، احنا اول شيء الشتاء بدر بدري، وهي شايف البحر هي طف علينا وغرق وعينا، واحنا مش عارفين ايش نسوي. حتى بنروح على الاسواق بدنا نشتري نايلون، مش لاقين نايلون ولا لاقين شوادر ولا لاقين حاجة، مش عارف ايش بدنا نسوي، مش عارف كيف بده يكون الشتاء هذا علينا. يعني احنا واطفالنا واللي حوالينا وكلهيتنا بنعاني من هيك قصة، مش عارفين كيف وضع الخيام الآن. نحكي عن أشهر طويلة، وكيف وضعها الآن بعد كل هاي الفترة؟ والله إذا ربنا سبحانه وتعالى ما رحمنا راح نتبهدل، راح يموت أطفالنا وراح نموت. لكن إن ربنا رحمنا إن شاء الله وصار في نيل وصار في شوادر تمشي الأمور. ومش عارفين، إحنا متأملين يعني إنه ربنا هيك يخلص لنا الحرب، لكن إحنا مش شايفين أفق، فيش أفق، مش شايفين، شايفين بس انه في حرب ودم وحرب ودم وحرب ودم. زهقنا، صرنا الحين دخلنا على سنه واحنا بنعاني، في الصيف بنعاني وفي الشتاء بنعاني وكل وقت. شكرا لك. حتى الان ايضا يمنع دخول الملابس الى قطاع غزه، وبالتالي حاجه الناس الان بعد 11 شهرا الى الملابس خاصه الشتويه اذا ما دخلنا في فصل الشتاء، وايضا المواد الخام التي تستخدم عاده في تشييد هذه الخيام ما عادت أيضا متوفرة ولا تدخل كما كان في بداية الأشهر الأولى من هذه الحرب. صالح الناطور من مدينة خان يونس، التلفزيون العربي.